عسلامة. عسلامة ليلى. لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك. بنتي عايشك. اخترنا اليوم باش نحكيو على الادمان على شرب الخمر، كيفاش ينجم ياثر على الحياه الزوجيه؟ بون بالنسبه للخمر تخلق يعني مع البشر تخلق من اول الدنيا فهمتني كيفاش؟ تاثيره بون هو كل حكيت عقليه ساهي قبل كل شيء. انت وشخص هو ثم ناس عندها ستام بليزير. ستام بليزير معناها بتاع كيف. وثم نوعية أخرى معناها اللي يدخل فيها المجتمع معناها قسوة المجتمع ومن عارف شنيا وي 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 في باله على أساس أنه هو باش ينسى بالشرب وقت اللي هي نتيجة عكسية معناها ماهيش عمره ما كان ينسي بالعكس لأنه علاش خاطر تولي يزيد الماء زيد دقيق زيد الماء دقيق يولي معناها معناها يجني على العائلة اللي هي ما عندهاش حتى ذنب اللي هي زوجته وأولاده ومن عارف شنيا فهمتني ونسيت سويتي إلى آخره فهمتني كيفاش؟ وفما نوعيه أخرى معناها من الخلطه من الأصحاب ومن عارف شنيا وكذا ومن عارف شنيا يولي معناها لينوس سارتان مومون معناها يخلي عايته بلاش مصروف يخلي فهمتني كذا ويبدا بالطريف معناها يزيد بالعقيده بالعقيده لين تولي معناها العائله كلها تتفكك نتيجه شو؟ نتيجه الشراب. يعني من البليزير يولي إدمان. وبون لكن يفرق الشراب في شرائح المجتمع يعني فهمتك ثم انسان يعني ما ياثرش فيه نقولوا احنا ماديا فهمتها ثم ناس اخرى شريحه اخرى تخدم به يعني كيفاش تخدم به؟ تخدم به مارشي معناها مارشي تاع شهوات فهمتك فهمت شنو معناها معناها يتنوع هو في المعنى نتاعو يعني في شربه ثم ناس معناها تستفيد منه نقولوا نحن يعني يمشي يقعد يعمل عشاء مثلا صرف عليه هو مثلا الزمنين عارف روحه غدا باش يدخل 100 مليون وثم انسان يمشي ياخذ فروج من البنكه باش يمشي معناها يعني يشوف من نقيض للنقيض يعني اغلبيه العباد كيفاش تبدا التجربه هذه؟ يعني اول مره معناها تشرب الخمر هي تبدا ملحومه ساعه ماك السهريات معناها سن المراهقه نقولوا نحن يعني صغار يبداو صغار معناها بون ما نحكيش على جيراسيون تاع توا هذيك سي اوتر شوز معناها كاتاستروف ما احترامي معناها ما احترامي ليهم اما نحكي لك هي كيفاش تبدا هي الحكايه معناها تبدا بتجربه كيما الدخان مثلا في الليسي ولا كذا يعمل كمية ولا ما يعمل شيء ما الكمية يولي يشري سيجار ويولي يتكيف كذا لين يولي باكو الشرب هكاك يعني يبدا مازال ما وصلش لمرحله النضج اللي يعرف اللي هو مضر مثلا لا وعي هو شو حتى لا وعي معناها مازال في سن المراهقه ما يدركش معناها بالاشياء وخطوره الاشياء ويتمادى هو ومن غاديك تبدا معناها تبدا الرحله وتبدا القصه وتبدا لين فما شكون بون اللي ولونتوراج معناها وزيد لونتوراج يعني الميليو معناها اللي يعيش فيه عنده تاثير زاد خاطر اذا كان هو مثلا تعلم الشرب برا في الشارع مع اصحابه ويلقى زاد ابوه يشرب بوه ماهوش باش يجي يقول له ليه وش بيك وكذا خاطر لانه علاش خاطر كيف يجي يقول له وش بيك يقول له هاك انت تشرب هاك انت تشرب غالبا ما تنجمش تنصح شارب الخمر ما يقبلش نصيحه كاين ما اللطف معناها بعد سنوات يمرض ويصير فيه شوف هاني قلت لك انا هو شنو هو باش نقول لك شنو معناها انا ماهوش عامل لي حد شيء هو يرى هو في تصويرته هو في عقليته في تصوره في الفيزيون تاعو وانه مش قاعد يضر فيه لكن هو ديجا انا مثلا بالتجربه نحكي لك راهو بون الحمد لله لله الحمد كله فضل ربي الحمد لله بطلت كله فضل ربي بون وكان انا بون كنت موظف في ديري فهمتني وايطار اونتر جيمي معناها فهمتني كذا حتى كي نشرب يعني كنت نشرب معناها نتاع نقولوا نحن فئه معينه معناها نشرب من بعضنا ماهوش نتاع نهار اللي هز ربي نتاعو شو خذيت فيه ديسيزيون لانه علاش خاطر الوسط العائلي نتاعي تبدل يعني معناها اثر على حياتك العائليه لا 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 ما اثرش عليه خاطر علاش ما اثرش عليه كنت من نوعيه كيف مثلا نشرب ساعه ثم احترام متبادل انا وزوجتي وام اولادي يعني وان بليس ما وريتوش لاولاد ما شربتوش في الدار يعني حتى كيف ندخلوا في كرشي برك وما عنديش الزيت في الوقت هذاك وانت تشرب في الخمر يعني في التجربه السيئه اللي انت مريت بها كنت تعرف اللي هو خايب ستافي نورمال بطبيعه تعرفوا يعني ما تنجمش تبطلوا في الوقت هذاك لا ما هو شنو هو زاد ثم نقول لك حاجه بالنسبه لنا احنا في تونس هنا تنقصنا حاجه بون بحكم انا معناها الحادثه معناها نقولوا نحن الانترنت ومن عشرين كان قبل الفراغ تنجم تمليه بكتاب نقولوا نحن
انت انا نذكر لي بوك كنت صغيره ممكن لهنا في لافيني ولا حتى في ليستاسيون في نتاع لي مترو في كذا عمرك ما تلقى اضعف لي ما تلقاش جريده يقرا فيها دونك الفراغ هو اللي يخليك فهمت كيفاش ثم انسان يتحكم وثم انسان ضعيف قدام مثلا ثم حاجات البشر ضعيف قدامهم ما ينجمش يقومهم ما ينجمش كذا لكن شنو البشر عطاه ربي وخ عطاه عقل يلزم يميز بين الغث والثمين ويلزم تنظر لعائلتك يشرب الخمر معني أنه هو الوقت اللي يحب يشرب فيه الخمر وهو متغشش هو فرحان كيفاش لا هو راهو اش قلت لك انا يفرق معناها ماهيش الناس كلها كيف كيف هي انت والنفسيه نتاع البشر ثم ناس عنده ما نقولوا نحن بالبروغرام سامدي سوار نقولوا نحن شله اصحاب هاي شنو باش نعملوا قاعده نعملوا كذا نتفاهموا يمشيوا يعملوا قاعده فما انسان حتى يكون في الدار ما عندوش ليدي في مخه يمشي يشرب جمله ريان كو جات مرته مثلا عنده مثلا عنده فيونساي نتاع اختها ولا عرس نتاع بنت عمتها تجي هي تقول له مثلا اعطيني كذا كذا جي هو يقول لها كذا تصير مشكل هو مرته شبيك اعطيتني كذا هي تحب 200 واعطاها 50 ما عنديش يقول لها دونك كفاك الضغط هذاك كفاك وليد الصدفه هو ايش باش يعمل هو يمشي يتنافس يهز روحه ويمشي يخرج يشرب ومن هنا تبدا يا اما يشرب ويروح وباش تبقى الحكايه نتاع مرته اش عملت له اش عملت له في الدار وكذا باش يشيلها مشكل يا اما باش يروح يقوم على راسه ويرقد وينسى الموضوع كيفاش ياثر عليه ماديا؟ ما خاطر هو بيدوره يعني يشرب الخمر حرام هذا الكل نعرفه يعني اكيد باش ياثر على الرزق هو باش ياثر على الرزق باش ياثر له على ورقه الماء باش ياثر له على ورقه الضوء شو ياثر له اذا كان عنده صغار تقرا عنده ولده ناقص مثلا حاجه مثلا فورنيتور سكورير ولا كذا يكون باش يشري له اليوم يولي اجلها لانه علاش؟ خاطر اللي عنده ديجا باش يصرفهم هو نهار السبت يشرب بهم دونك هاك الفراغ هذاك وين معناها على حساب العائله راه لكن مسيو بلوجيك يعني تصور واحد يخدم شهر كامل كيما قلت لي انت موظف كل شيء يعني حلال فلوسه على الاخر من بعديك يحطهم في الحرام حتى لا وعي يعني اكيد باش يتصرفوا معناها نورمال بالطبيعة هو ساعات مش كيك ومش حتى يتصرف هو تو كان جاي شريته كامله نقولوا نحن يلتوش مثلا 100 دينار بار موا يمشي هو مثلا لو 22 ولا لو 20 يلقاه المليون وما هو مش باش يلقاه المليون هو ديجا عنده كريديات وباش يمشي البنك باش ياخذ فروج وباش يمشي يشرب هو فهمت دونك باختصار مسيو في كلمة أخيرة باش تنصح العبيد اللي تنجم معناها تتعلم شرب الخمر ومعناها ويعيشوا التجربة السيئة هذه. هي باش نقول لك شوف النفس طبيب مولاها إذا ثم قناعات ثم قناعات شخصية إذا كان هو مش مقتنع هو شنو أنت ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أنت باش توجه باش تقول له راني أنا بار إكسبيريونس أنا قبلك وعملت وعملت لكن راني ما ربحت منه حتى شيء دونك فك عليك. باش تخليه هو لان هنا تدخل شخصيه زاده نتاع وتكوين والى اخره والمجتمع نتاعنا شفته معناها كيفاش فهمتني يعطيك الصحه مسيو اختي عايش بنتي ربي يوفقك